أهلا ومرحبا بكل جمهور متتبعي صباحيات مغربية. هذا الأسبوع مواضيعنا متعدة ولن يتسع المجال لذكرها كلها، ولكن هذه أبرز محطتنا. يوم الاثنين بحول الله سنتحدث عن مرضى ألزايمر. من منا لا يوجد في بيته مريض ألزايمر يعاني في عزلته؟ كيف نرافقه وكيف نعيش معه حياته اليومية بعيدا عن العزلة؟ بالتأكيد يوم الثلاثاء أيضا سنناقش موضوع حول مسألة الانزلاق الغضروفي، مسألة صحية والكثيرون يخلطون بينها وبين عرق النسا أو ما يسمى ببوزلوم. ضيفنا الكريم دكتور قدور منصور الأخصائي في أمراض العظام يجيب عن أسئلة البرنامج، وبعد مباشرة سنرى أيضا الامتحان، امتحانات البكالوريا، كيف نمر إلى عملية الفعل. تحدثنا في حلقات سابقة عن جذاذات وأيضا عن الخطط التهيئية، اليوم نمر إلى الفعل. يوم الأربعاء في صباحيات مغربية سنتطرق إلى التعليم العمومي. مؤخرا وزير التربية والتعليم في المغرب أكد على أنه الوزارة بصدد القيام بإصلاحات جوهرية لإصلاح منظومة ككل. ما هي الإجابة في البرنامج؟ ويوم الخميس سيكون موضوعنا عن حوادث السير، هذه الحرب تحصد الألاف من الضحايا، كيف نتفاداها؟ هذه أبرز محطتنا الأسبوع الجاي بحول الله، تابعونا، نحن في انتظاركم.